سيد علي مزمص كامل يحبه، وهو وش من ممثل يحبه؟ شكون صويلح، الله يجيب له الشفاء ان شاء الله. كي نقول لك اروما وش تقدر تقول لي؟ الغاشي يقع في الحومه، شرب قهوه اروما، بيبليسيتي الاولى اللي درتها. كلمه يقدر يقولها سيد علي مزمص للزوجه تاعو. مرتي نموت عليها، نحبها. عندي خمسه معاها على بالك، سانك فيزيس كي طوموبيل. سمعنا بلي كاين عمل جديد راح تقوم به مع اوكسجين فيزيون، تقدر تحكي لنا عليه؟ بابا 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 ديجا عمر لكم القرع، ما نجمش نقول لك اختي هذه سيتان سوكري بروفيسيونيل، خدمه مازال ما بديناش فيها، والله ما نجم نقول لك صح. راني رايح نخدم مع اوكسجين فيزيون مع حمزه، بصح ما ندريش نقول لكم واش مول الفيلم وهكذا، حتى ممنوع. مازلني على ديداني، الاغنيه اللي تشهرت بها نقدروا نسمعوها منك؟ ما تفكرينيش يا اختي، مازالني على ديداني، مازال شكون قال طاحت بيا، مازلني على ديداني يا اختي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يبقوا على خير. باسل يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. استغفر الله استغفر الله. لو كان ما كانش سيد علي مزمز ممثل، وش كان راح يكون؟ هذه كيستيون صعيبه شويه بنتي. لو كان ما كنتش ممثل، بالك نكون شومر، بالك نكون شوفير طاكسي، بالك سا ديبون المكتوب. السبب اللي خلى سيد علي مزمز محبوب الجماهير. يحبوني والله يحبوني، والله ما على بالي، مانيش عارف ولا السر ولا الهضره تاعي ولا مرتي كي شافتني هي اللي خطبتني، شافتني عينيها تحولوا، قالت له غير سيد علي نديه معايا. الله يهديك يا ابني الله يهديك. من الكتابات اللي كتبهم سيد علي مزمز، نقدروا نسمعوها منك؟ ايه هذه الاولى، واش نقول لهم؟ نقول لهم الله يهديك يا ابني الله يهديك، يا اللي راك غارق في بحر المخدرات، الله يهديك تهلك روحك بيديك، ما قلتش حرام نسيت كلام الايات. الله يهديك يا ابني الله يهديك، حاسب روحك دير في حاجه مليحه تتكيفها، العالم واحد اخر تديك، اليومك واقف غير السنة طيحة، يا تقتلك يا في الغوال ترميك، الله يهديك يا ابني الله يهديك، قابو يجيب خوه مرمي في الديكيات، ديما مزطول وبليس يمشي فيك، تقطع في روحك زعما ودي في الشوفات، حرام عليك تعبوش قوالديك، الله يهديك يا ابني الله يهديك، دايرين جماعة تكيفوا في رحبة، راك زاهي وحبابك دايرين بيك، تتحبوا في الشر نعلبوها صاحبة، صاحب يا ابني. ليل طريق الخير يديك، الله يهديك يا ابني، الله يهديك ويهدي كاع لي جون تاوعنا ان شاء الله. حقوق التخصص اللي قراه مزمص في الجامعة، علاش ما كملش فيه؟ ما كملت، ما كنتش نحب نقرا، نقول لك الصح ما نخبيش عليك، ما كنتش نحب نقرا. حبيت تمثيل، دخلت للتمثيل. لو كان يرجع بك الزمان، وشنو هي الحاجة اللي يقدر يغيرها الممثل الفكاهي سيد علي مزمص؟ ملياردير. كيفاش تعرفت على زوجتك الفنانة جهيدة الجزائرية؟ هي اللي خطبتني والله، ما عرفها ما تعرفني، شافتها العجوزية ما عجبتها، وانا ذاك الوقت كنت عايش في فرنسا، كنت خدام في فرنسا، قالت لي وليدي حبط شافتني يما عجبتها، قلت لها يا اختي يما واش تحبي نقول لك، الوالدين تزوجنا، وانا دوك عندنا خمس دراري خمسة. الغنية اللي كتبها مزمز لزوجته للان كي يسمع بها يتأثر فيها. إيه عندي غنية كتبتها نقولها، أنا قلبي انتي اللي كويتيه، نوكل ربي شي ما يخفالو، انتي المحنة انتي اللي جرحتيه، انتي هي السبة في تهوالو، غير روحي يا اختي ربي يهديك، ياك ما بيني وبينك والو، روحي خليني الله يخليك، عفيني وخليهم يقولوا، خلي يقولوا واش يحبوا عليك، الغلطة ما ديالي ما ديالو، الغلطة يا اختي راهي فيك، انتي اللي بدلتيني على جالو، كنت عن بالي هو اللي بيك، بقاو دموعي غير يسيلو، نبكي ونخمم غير عليك، وتغبنت انا على جالو، وانت يا اختي فيك ما يكفيك، ما تحوسي غير على مالو. يقولوا انه سيد علي مزمز مقلق بزاف، كاينه منها؟ صح، طونزون طون، ماشي كل يوم مقلق، بعد كل يوم مقلق، ساعات قاعد نخمم وحدي هكذا نتقلق، صح، كاش ما كاش بنادم ما يتقلقش. كي نقول لك مونيا، وافيا، رانيا، ليليا، واش تقدر تقول لي؟ هادو بناتي، هادي دو بيان سيو بناتي، نحبهم، ديجا عندي زوج مزوجين بولادهم، وعندي ربع بنات وعندي ولد واحد، امين واسمو ربي يشدهم لي ان شاء الله. لو كان نخيرك بين المسرح والسينما، واش راح تخير وعلاش؟ في زوج نحبهم، والله في زوج، بديت بالمسرح وكملتها بالسينما. نبدلو المود شوية ونلعبو الفقرة السريعة. قهوة ولا آتاي؟ قهوة. مالوف ولا شعبي؟ شعبي بيان سير، نموت على الشعبي.
بين الدولمة والشخشوخة؟ كنت في الشخشوخة اللي ديما لي مادام تاعي نبيق عليها. سير بي ولا ليسما؟ سير بي انا صغير وليت صالون بينا يا سير بي، كل يوم في الصطاد كيكون صغير نموت على سير بينا. ايه وهذا العام راهي فمي وحلالي نديو شامبيون ان شاء الله. مسرح ولا سينما؟ في زوج نحبهم في زوج، خاطر بديت بالمسرح وكملتها بالسينما. بين بيرتوتا وصالون بي؟ انا زيت في صالون بي، انا وليت صالون بي. كما يقولوا الناس بكري وليد القاع والباع والخلخال مربع والخاتم في الصباع. ايه وليت صالون بي. وبمناسبة عيد ميلادك حابين نمدوا لك هدية رمزية. صاحتي بنتي صاحتي. شنو هذا؟ ايه دومينو، وانا نموت على الدومينو والله، غنموت على الدومينو. هاكا كي كنت شويه دوكا خلاص انا حبست شويه القهاوي، كي كنت في القهوه نلعبوا دائما دومينو وانا وصحابي كنا في صالون بي. دومينو الله يعطيك الله يعطيك واش تمنى يا بنتي. كلمه اخيره يعطيكم الصحه الجمهور تاعي. نحبكم نموت عليكم. شوفوا اسمها هذيك مزوقه ولا معلقه ولا واش بها كيما قالت هذيك هي. نتمنى لكم حاجه مليحه من عند السيد علي مزمز، يحبكم نموت عليكم. باي باي.